وصفها الممثل الأمريكي توني هينشليف بأنها جزيرة قمامة عائمة في المحيط. وسابقاً وفي عام 2018 وصفها ترامب بالمكان القذر الذي يسكنه الفقراء، وقال إنه يفكر جدياً بمقايدتها مع جزيرة دنماركية إنها بورتوريكو، الجزيرة الأمريكية التي لا تنتخب. قديماً كانت بورتوريكو مستعمرة إسبانية، ثم أصبحت جزيرة مستقلة تابعة للولايات المتحدة، تقع في أقصى شرق سلسلة جزر الأنتيل الكبرى، وتبعد 1600 كيلومتر جنوب شرق ولاية فلوريدا الأمريكية. سكانها ينحدر أغلبهم من أصول لاتينية، لكنهم منحوا الجنسية الأمريكية عام 1917 من قبل الرئيس الأمريكي أنذاك وودرو ويلسون. بورتوريكو يسكنها ما يزيد على 3.5 مليون نسمة، جميعهم لا يحق لهم التصويت في الانتخابات الأمريكية. لكن ما الأسباب وراء ذلك؟ عام 1950 منح هاري ترومان رئيس أمريكا وقتها الجزيرة وضعاً شبيهاً بالحكم الذاتي، أي أنها أصبحت ولاية حرة شريكة بعدها. بعام واحد فقط صوت سكان الجزيرة على دستور خاص بهم، وبذلك خسروا الحق بالتصويت في الانتخابات الأمريكية. يمثل بورتوريكو مندوب واحد بالكونغرس، لكن بحقوق تصويت محدودة، ولا يدفع سكانها الضرائب الفيدرالية لأنهم لا يتمتعون بأي تمثيل. في عام 2020 صوت سكانها بنسبة 52% للتحول إلى ولاية أمريكية، وهو ما يريده بالضبط الحزب الديمقراطي ويخشاه الجمهوريون لأسباب انتخابية. لذا أتت الوعود من بايدن لدعم الجزيرة في وقت رفض فيه ترامب دعمهم بشكل قاطع.